provoke انصافي تسلم ايدين اللي ساقاكي يا هالطعرة يا هالطعرة يا هالطعرة فيك انكتب للفؤاد يا غلطرة فيك انكتب للفؤاد شوك الضنا والعبير الوداد منيتي قلبي بالامة والقلب لو طال الأجل ايه راح ينوب مساء الخير، مرحبا، صباح الخير ممكن. شكرا كثير لكل المستمعين بكل العالم، يمكن بكل الكواكب. شكرا كثير لأن أخذتوا هالقرار لتسمعوا هاي الحلقة مع شخص كثير مهم بالنسبة لي، وبعتقد كثير مهم بالنسبة لهالكوكب لهالعالم، وأكيد للسينما. محمد ملاس شخصي مش بس مخرج كبير سينمائي، هو مؤلف وفنان كبير، كاتب، وكمان إنسان معلم ومربي.
وأنا بشكرك كثير محمد لجهدك عبر كل السنين معي ومع كل العالم. أولا سلامات، وأنا يسعدني كثيرا هذا اللقاء، وبتمنى أنه نستطيع أنه أن ننقل صورة أولا حول السينما في سوريا، وثانيا عن العمل خلال 40 عام من العمل داخل هذه السينما وما حققته. فسعيد جدا، وصباح الخير ومساء الخير للجميع. صح. أول شيء بحب أشكر الجميع، حضرتوا فيلمين وفيلم اللي أنا حققته عن محمد ملاس، فتح أبواب السينما. كمان أنا كتبت كتاب عنه مع الكاتبة سميرة القاسم. بحب اليوم أبدأ مع صورة محمد، لأنه بحب فرجي جمهور هاي الصورة. يمكن هو عم يرجي، موجود الصورة؟ موجودة. فهلا عم أنا يعني حققنا يعني الفيلم عنك، وهي الصورة دائما كان ببالي، ودائما تذكرت إنه البداية أو ما قبل ما رحت على الاتحاد السوفيتي بآخر الستينات، أخذت شغل أو كنت معلم. فحبيت إنه يمكن، لأنه يمكن في كثير ناس عم بيستمعوا اليوم، طلاب بكل العالم، طلاب عندهم أحلام بالسينما، عندهم أحلام بالكتابي، بالفكر، بالسياسي، بالفن. وين كنت بهالفترة وأنت عم بتعلم هاي يعني يبدو شباب عمرهم بين 10 و13 سنة هيك شيء؟ وين كنت؟ في الحقيقة الفترة الزمنية اللي وضحت بها الأشياء بالنسبة لي، والتي يعني شعرت فيها بواجب داخلي وجداني بالتعبير عن هذه الحياة التي عشناها في سوريا والتي عشتها بشكل شخصي في سوريا، شعرت وقتها بضرورة واحتياج التعبير عنها. لكني في تلك الفترة حين يعني أنجزت مرحلة من الدراسة بما فيها بداية دراستي في الجامعة في قسم الفلسفة، شعرت وقتها بأن هناك فرصة، وهذه الفرصة هي حصلت في البلد بشكل عام. و وحصلت بسوريا بشكل عام أن ردود الفعل السياسية التي كانت قائمة آنذاك في الستينات يعني تولد تيارات متعددة للنهوض الثقافي وللنهوض بالحال المجتمع السوري وتطوره، والقضاء على الكثير من الصعوبات التي كانت سائدة من أجل خلق ما يمكن تسميته حركة اجتماعية ثقافية كبيرة وهامة، كانت هي رد فعل سياسي أكثر مما تكون وعي حقيقي بالاحتياج الثقافي والاجتماعي في البلد. ولذلك يعني هكذا بدأت، وهكذا يعني دخلت قسم الفلسفة في الجامعة من أجل في الحقيقة طموح كبير وعميق لدي هو أن أكون كاتباً أكثر مما أكون أي شيء آخر. وبالصدفة المحضة تماماً في تلك الفترة تقدمت يعني الهيئات الثقافية في سوريا بامتحان قبول لتحقيق بعثات سينمائية إلى الخارج، ولم نكن نعرف إلى أين أنذاك.
وأنا في الحقيقة رغبة بالخروج إلى العالم أكثر، إلى رؤية بلدان أخرى. كان لدي طموح بالخروج، وربما كانت السينما بذاتها هي عبارة عن شهوة أو صدفة لا أكثر ولا أقل. وفي الحقيقة مع ذهابي بهذه البعثة واكتشفت أنها إلى موسكو حينها، أنا أستطيع أن أقول أني بالتجربة الحياتية عبر مدى 5 سنوات في موسكو في معهد السينما، أستطيع أن أقول أني صنعت وصنعت ثقافياً وفكرياً وسينمائياً من أجل أن أكون سينمائي. وكان لدي القرار القطعي بالعودة للانخراط في تلك التيارات السينمائية التي ظهرت آنذاك في سوريا في الستينات، وتقريباً ما بعد وصولاً إلى نهايات الستينات، للانخراط في المجتمع السوري والتعبير عن هذا المجتمع في سينما جديدة ومختلفة. وأنا ذاك يعني أستطيع أن أقول أن السينما في سوريا قبل الستينات كان هناك نشاط سينمائي ضئيل، لكن المشكلة الأساسية أن هذا النشاط السينمائي القليل لم يتحول إلى صناعة، لم يتحول إلى تجارة، كان عبارة عن تيارات عفوية ومحاولات عفوية أيضاً، لكنها كانت في مجملها بصورة أساسية هي عبارة عن كوبية أو تقليد للسينما المصرية. وفي الستينات مع هذا النشوء للتيار الثقافي دخلت السينما كجزء من رد الفعل السياسي أكثر مما هو رد الفعل الثقافي، فأسست المؤسسة العامة للسينما التي رفعت منذ آنذاك شعار سينما من أجل البلد وليس سينما من أجل التجارة. وعلى هذا الأساس بدأت المؤسسة العامة للسينما تفتح أبوابها للجيل وتستقبل العائدين بدراساتهم العليا السينمائية ليحققوا مشاريعهم. وفي الحقيقة في هذه الفترة تم إنجاز العديد من الأفلام، العديد بمعنى ضيق، لأنه السينما ما تزال حتى اليوم في سوريا إنتاجاتها قليلة، ولم تستطع ولم يستطع أحد أن يحولها إلى وجود ثقافي حقيقي في المجتمع قادر على المساهمة في بناء هذا المجتمع، في وعي هذا المجتمع لقضاياه ومشاكله. لذلك أقول تحققت بعض الأفلام الجيدة سواء بالاستعانة بمخرجين عرب أو بمخرجين سوريين كانوا يضعوا خطوات الأولى على طريق السينما، وخاصة حين بدأت عودة الأخصائيين المحترفين الذين درسوا دراسات أكاديمية كنبيل المالح على سبيل المثال، بدأت تنوضع خطوات أساسية في هذه السينما. فإذن من الكتاب كطموح الذي لم يفارقني حتى اليوم، ولذلك كما ذكرت حضرتك في البداية بأنه أكتب وما زلت أكتب، وحين يتاح لي الفرصة وهي فرص قليلة للغاية يمكن ربما في سنوات ما قبل يعني تتاح الفرصة لتحقيق أفلام، وحققت هذه الأفلام التي من حسن الحظ يعني كان لها صدى طيب، واستطاعت هذه الأفلام بهذا الصدى الكبير سواء في عرضها في مهرجانات كبرى مثل مهرجان كان أو غيره من المهرجانات أن تترك أثر ما لدى هذا المجتمع ولدى الحركة الثقافية الحقيقية لهذا المجتمع. بحب كمان يعني رجعت على سوريا، ويعني كمان في شيء بفيلمي حسيت الناس انتقدوني، وكمان انت حبيت انه حكينا كثير عن هالشيء بس عملنا اول مقابله، وحبيت الجمهور يعرفوا قديش انت رجل تضامن. وهي الكلمه تضامن بالانجليزي وبالعربي كثير عم نسمعها، ناس عم بيكتبها، بس ارجع شوف التاريخ انه شو عملت بالسبعينات بسوريا بالنادي السينمائي،
مع ناس كثير من مخرجين سوريين مثل عمر أميرالاي، نبيل مالح، أسامة محمد. فبخبرنا شوي عن هاي الفترة، أنه كيف كنت تشتغلوا مع بعضكم، ساعدوا بعضكم بكل مشاريعكم. نحن كثير نتذمر أنه صعوبات الكورونا هلأ وتمويل للأفلام، بس بحس بالسبعينات كان أصعب. So ممكن تخبرنا عن هاي الفترة وكيف عشت التضامن، ومش بس ما كان بس حكي، كان فعل يعني. تفضل. هو شوف، راح أقول لك بالتأكيد، لكن الحقيقة أن هذا الاستخدام لكلمة تضامن الحقيقة لم يكن قرار فقط، إنما كان حق وكان حقيقة جمعت سينمائيين فيما بينهم، طالما لديهم التصور نفسه والرؤية السينمائية ومهمة السينما متقاربة ومتشاركين فيها وحدنا. إن الأحزاب التي جاءت في نهاية الستينات، وأخص هنا حزب البعث، كان لديه تصور حقيقي وعميق باتجاه تحويل الثقافة إلى تيار اجتماعي له حضوره وله إمكانياته، وكان انخراط العديد من المثقفين السوريين في رؤية هذا المجتمع وتطوره ما دفع أحياناً هذه السلطات تهميش هذا التوجه باتجاه خلق فن، سواء على صعيد التشكيل أو الموسيقى أو المسرح أو السينما، فن قريب من البروباغاند في البداية، قريب من البروباغاند اللي جعلنا نحس في كثير من المرات أن المشاريع التي نقترحها كثيراً ما تجهض وكثيراً ما تتم الصعوبة في تحقيقها. لذلك لم يكن أمامنا من طريق للتعبير عن الاحتياج السينمائي والثقافي الداخلي والاندفاع للانخراط في الحركة الثقافية إلا أن نبحث عن طريقة أخرى، نبحث عن وجود جماعي، عن مؤسسة نلتصق بها، وكان الفرصة المتاحة هي نادي السينما. وعبر نادي السينما قضينا الكثير من الوقت، سواء بمشاركة أحياناً نبيل المالح أو قيس الزبيدي أو عمر أميرالاي أو أسامة وغيرهم من المخرجين السوريين أصحاب التجارب الأولى الملجومة الموقفة التي لا تتيح لك الفرصة. فاخترنا منذ ذلك الحين أن نعطي الكثير من الوقت لنادي السينما ولسينما العالم. وفي الحقيقة اليوم يعني أستطيع أن أستطرد وأقول بأننا في تلك الفترة التي استمرت حوالي 15 عاماً قد أتحنا الفرصة لجمهور السينما، صحيح بالمعنى الضيق، لأن المؤسسة التي كانت بين أيدينا نادي السينما كانت ضيقة، كانت صالة العرض السينمائي التي صنعناها بأيدينا، استطعنا أن نقدم سينما مختلفة تشاهد للمرة الأولى في سوريا. على سبيل المثال السينما الألمانية آنذاك، يعني من هيرزوك إلى ريلك إلى الكثيرين من السينمائيين الألمان، وكذلك السينمائيين الفرنسيين، وقدمنا على مدى زمن طويل. تصور أن كنا نعرض غالباً في الأسبوع مرة أو مرتين فيلماً جديداً لا نكرر ولا نعيد إلا بالندرة، يعني ربما أكثر من أعدنا أفلامهم هو إيزنشتاين على سبيل المثال، وبأفلامه الأساسية التي أسست للسينما مختلفة وعميقة ومؤثرة. إذن الأسباب لهذا الانخراط المشترك الذي لعب أيضاً دوراً في تحقيق لكل منا فيلمه، وفي كثير من المرات أو في بعض المرات كنا نحقق الأفلام بصورة مشتركة، ومنها فيلم نزيه شابندر نور وظلال. إذن هذا الانخراط الجماعي استطاع، سواء عن طريق نوادي السينما أو عن تشكل مجموعة منسجمة، أن يساهم مساهمة حقيقية في الإنجاز العديد من الأفلام السورية
التي نذكرها اليوم وربما أمام جمود الإنتاج السينمائي السوري نذكرها بحسرة، وربما يعني الحسرة كلمة غير كافية، لأنه السينما السورية فيما بعد، والمقصود فيما بعد 2000 وما بعد 2010 انتقلت إلى سياسة مختلفة ضيقة محدودة وتعتمد ليس على السينما كموهبة إنما على السينما الذي يصنع الفيلم كما تشتهي هي وليس كما يشتهي مؤلف الفيلم أو صاحب الفيلم. أول مرة تعرفت عليك كان بسوريا بالتسعينات وكنت عم تعطي درس عن السينما بمركز الروسي، بس أنا يعني كنت جاي من الولايات المتحدة وكانت طريقة التدريس لكتابة السيناريو كثير تقني، وبس أخذت صف معك اكتشفت أنه السينما مش ضروري أنه واحد يعني ينطر ل يعني لصفحة 20 لمنه يعمل خدعة الحبكي أو أشياء هيك اللي كان عم بيعلموه أنا بشكل، أو كنت حس أنه تقني كثير ما بيشبعني. فكتير بحب أشكرك على يعني شعورك أو طريقتك كيف درست كتابة السينما وكتابة السيناريو. فهي السيناريو تبع الليل، وأنا بعرف أنه كثير يعني كان تجربة مهمة بالنسبة لك الكتابة لهالسيناريو، هل ممكن شارك الجمهور اللي عم بيسمعوا كيف، مش بس كيف كتبت السيناريو بس طريقتك بالكتابة كمان، إذا ممكن تشاركنا مرة تانية؟ لأنه هاي الشيء ما كان بفيلمي بس بحس شيء مهم عن السينما تبعك والطريقة للسينما. تفضل. شوف عزيزي، الحقيقة أنت تتكلم وأنا تذكرت لحظة مهمة بالنسبة لي، يعني مهمة كما سبق وذكرت لك بأنه إذا كنت قد ذهبت إلى السينما شهوة لكني لم أفقد حس الرغبة بأن أكون أيضا كاتبا. كلما كان لدي وقت أكرسه للكتابة كنت أحاول أن أجعل الكتابة ذات بعد بصري، ذات مذاق بصري، وبالتالي كما فعلت في السينما حين أردت أن أختار لنفسي سينما خاصة وذاتية وتعبر عن المجتمع كما سبق وذكرت، لكني كنت دائما أطمح إلى منح أفلامي مذاقا أدبيا أيضا. فبين الجمع الداخلي الوجداني لدي حاولت في نتاجي سواء كان السينمائي أو الكتابي أن لا أنسى هذين الفنين المختلفين بمنح كل منهما شيئا من الآخر. في الحقيقة المفاجأة الكبرى، لاحظ أن الفيلم الأول الذي حققته وهو أحلام المدينة كان بالنسبة لي العلاقة مع ما يمكن تسميته كيف سيستقبل، كيف سيكون الفيلم، كان عالما غامضا، أي بمعنى كنت أكرس نفسي لمحاولة نقل المرحلة السياسية والثقافية والاجتماعية لدمشق في الخمسينات، وما هي مصادر وعي هذه الشخصيات التي تحدثت عنها في هذا الفيلم. لكن أين كانت المفاجأة والتي حسمت إلى حد كبير كيف لي أن أتجه بعد الفيلم الأول إلى مسار آخر وجديد؟ المفاجأة كانت أن هذا الفيلم استقبل استقبالا عاليا، وهي مفاجأة بالنسبة لي، سواء في الأماكن التي عرض بها أو الأماكن التي أرادت أن تشتريه لتعرضه عرضا جماهيريا. هذه المفاجأة شكلت إلى حد كبير الركيزة الأساسية
لعالم الإنتاج آنذاك. وإذ حين كتبت سيناريو فيلم الليل، في الحقيقة تم استقبال المشروع الفيلم الليل بالعلاقة مع الفيلم الأول بشكل جيد، وبالتالي استطعت لأول مرة أن أحصل دعما إنتاجيا يساعدني في مجال واحد فقط، هو النقائص التقنية التي كانت سائدة لدينا، سواء على صعيد الطبع والتحميض أو على صعيد وأساسا على صعيد الصوت. فكنت دائما خلال تحقيق فيلم أحلام المدينة كنت أضيق احتياجاتي الكثيرة ضمن الظروف والإمكانيات السائدة. وحين انتقلت إلى فيلم الليل مع وجود مساهمات إنتاجية، وعلى فكرة الليل ساهم بإنتاجه أيضا بالإضافة إلى أن الجزء الأساسي والكبير هو المؤسس العام للسينما، وكذلك الصندوق الوطني الفرنسي آنذاك، وكذلك بدايات تأسس قناة أرتي التي كانت حينها تحت عنوان سيت. وهذه الإمكانيات الإنتاجية المتعددة وإمكانيات تنفيذ الفيلم في سوريا دون الاستعانة بها، يعني متوفرة الإمكانيات وكانت تقدمها المؤسسة العامة للسينما لي بكل احتياجاتي، جعلني أن أصرف كل هذه الطاقات في سبيل التصور التقني والفني للصوت وللصورة. وبالتالي سوف ترى أن الليل حمض التصوير في فرنسا، ولذلك في فيلم الليل سوف ترى أنني اتجهت بالإضافة لهذه الإمكانيات إلى محاولة العبور نحو بعد آخر في السينما. ما هو هذا البعد الآخر في السينما؟ إنه قرار داخلي وجداني اتخذته بنفسي أن أحقق من الآن بعد فيلم أحلام المدينة أن أحقق ثلاثية تحت عنوان سوريا. حاولت أن أرسم بورتريه ببعد التاريخي وبعد الحاضر والسياسي والثقافي والاجتماعي، بمجمل أن أحقق ثلاثية تكون قادرة على أن تقدم بورتريه لهذا البلد على مدى أكثر من 50 عام آنذاك. والمقصود آنذاك سنة أوائل التسعينات، أواخر الثمانينات والتسعينات. واعتبرت أن فيلم الليل إذا كان يتناول الخمسينات في دمشق فعلي أن أتجه نحو الوراء، نحو الماضي التاريخي لسوريا. وفعلا يعني أشعر بالفخر، خليني أقول، أو بالاعتزاز بأنه استطعت أن أقدم صورة تاريخية لسوريا مع نشوء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. ما هي السلطة التنفيذية والقائمة والمسيطرة على البلد آنذاك؟ وكان هناك في تلك الفترة التاريخية، كانت المرحلة التي بدأ فيها الحكم العسكري يعني يقسم ظهر الحياة المدنية ويبدأ خطوة وراء الأخرى، وخاصة في الانقلاب العسكري الأول اللي هو انقلاب حسني الزعيم، الذي استطاع خطوة وراء خطوة من وراء القمع أن ينتقل إلى استلام السلطة في سوريا. وما هي نتائج هذا الاستلام؟ لم يكن يعنيني نتائج هذا الاستلام، لأني كنت متأكد بما كنت أعيه في تلك الفترة، أي في أوائل التسعينات، كنت أريد أن أنصرف للتعبير عن حقائق المجتمع الذي كان يعاني تلك المراحل الصعبة من القمع والاستبداد، إلى اللحظة التي يقرر فيها البطل السوري المعروف والجيد والممتاز في الحقيقة فارس الحلو، يعود إلى نفسه ويقرر مع احتلال القنيطرة إلى الموت. ولذلك هذا الحوار بين الصبي، أي
الذي يعني يمثل جزء كبير من طفولتي الشخصية في مدينة القنيطرة، الذي يبحث عن قبر لهذا الأب فلا يجد إلا صراخه بهذه المؤامرة التي بدأت آنذاك. إذن يعني في محطات الليل كنت واضع نفسي أمام ثلاثية حققت منها الفيلم الأول وحققت الثاني، ولكني بالتأكيد بعد التسعينات يلاحظ بأني حين أنجزت السيناريو الثالث وهو تحت عنوان سينما الدنيا تم إجهاض المحاولة وتم خليني أقول كسر الظهر الأول في هذه المحاولة التي لم يتح لها الفرصة بأن تتحقق بالمعنى الفعلي والعميق. سؤال تاني إنه كيف طريقتك مع الممثلين لتحصل على هاي يعني لحظات العاطفي لحظات المشاعر الكبيرة؟ يعني أنا يعني واضح إنه ما كنت خايف من هالشي، بس كيف تشتغل يعني كيف اشتغلت مع فارس الحلو والممثلين؟ لأن حسيت بالليل يعني كان هالشي أقوى حتى من أحلام المدينة، فبس كان دائما عندي هالسؤال. يعني الارتكاز الرئيسي والأساسي بالنسبة لي للعمل مع الممثل هو الصدق. كيف أوحي للممثل باللحظة التي أريد، وكيف أدفع إلى أن يتشابه في تعبيره عن هذه اللحظة في الحقيقة بطريقة تجعله وكأنه يعيش تلك اللحظة؟ إن الحقيقة الوحيدة التي كانت تشغلني وأنا أحقق مشهداً وراء الآخر في فيلم الليل هي أن أحقن الشخصية التي تمثل اللحظة بما أحسه بما أفهمه بما أدركه بالإيقاع وبالضوء وبالصورة وبكل الوسائل المتاحة أمامي. أريد أن أنقله ليعيش تلك اللحظة التي عشتها أنا حين حدثت في الواقع. ولذلك في كثير من المرات لا ألجأ إلى مشاهد لم تكن معاشة بالنسبة لي. إني حين أصطاد المشهد في كتابة السيناريو دائما كان المرجع بالنسبة لي هو كيف كان ذلك ومتى وما هو العالم الداخلي تلك اللحظة، ما هي رائحته، ما هي عناصره. وبهذه الطريقة استطعت في كثير من المرات ولا أقول دائما أن أنجح في تحقيق المشاهد التي تتحدث عنها في فيلم الليل. الفيلم يعني في تعبير في بداية الفيلم نهدي هذا الفيلم لمن حاربوا في الذل وماتوا في الصمت، وهي العبارة يعني دائما بضل براسي. يعني بحسه أكبر، يعني أكيد الفيلم فيه رمز لخسارة فلسطين، في رمز لنهاية فينا نحكي حتى نهاية شعور بعروبة ما، بل يمكن يعني بس أنا يعني بحس في حرب أكثر كمان اللي عم تحكي عنه بهاي التعبير. يعني في شيء أكبر مع على الله هاي البطل الفيلم. ممكن تحكي أكثر عن هاي العبارة اللي يعني ببلش الفيلم؟ والله شوف عزيزي، أولاً اسمح لي صحح العبارة. آسف. الذين حاربوا بصمت وماتوا من الصمت. هذه العبارة هي الحقيقة عبارة تنتمي تماماً للمرحلة التي أنجز بها الفيلم، حين كنا كسينمائيين يعني نشعر ونحس بعمق بأننا مكبلين أو مكبلون بالقيود الكثيرة وب
العجز عن قول ما نريد نحن، أي حين تحرم من تحقيق الأفلام فلم يكن لديك إلا الصمت. هذا كان بالنسبة للعديد من السينمائيين. بالنسبة لي لم يكن الصمت صمتاً، إنما كان كتابة، وكتابة كثيرة من المرات ما تلعب دور الصمت، ليس ما تنشر، ليس ما تقرأ، ليس ما إلى ما هنالك من الريثمات. إذن هذه العبارة هي مفتاح، لأنه إحنا ومفهوم السينما، وهذا ما التقينا عليه يعني في كثير من اللحظات سواء مع عمر أمير لي الله يرحمه أو مع أسامة محمد، كان هذا الفهم يقوم على أنك حين تصنع شخصية حقيقية وعميقة ومنتمية لهذا المجتمع بكل العناصر المحيطة بها، فأنت تقول أيضاً ليس ما يشاهد إنما ما يوحي به، ما يرمز إليه. تعرف أنا أستطيع أن أصارحك يعني بأن هذه الفكرة لم تكن في بالي إلا بعد تحقيق أحلام المدينة. تعرف أنا حين عرضت فيلم أحلام المدينة في بعد مهرجان كان، يعني حين عرضته في مهرجان قرطاج، كان هناك الكثير ممن أصبحوا سينمائيين كبار ومهمين أيضا قد قالوا لي بالحرف، ولا أستبعد منهم الصديق والسينمائي فريد بوكذير على سبيل المثال الذي كان آنذاك يكتب في الصحف، قال لي نحن لم نرى دمشق، نحن رأينا مدننا. أنا رأيت تونس، وقال لي أحد المخرجين العراقيين آنذاك لقد رأيت بغداد. هذه الكلمات وهذا الاستقبال لعب دورا ليس فقط في الإمكانيات السينمائية، لعب دورا أيضا فيما يفكر به السينمائي كي يشحن ويقوي أدواته التعبيرية. يعني أنت تأتي بالسيرة الفعلية والحقيقية لتحقيق فيلم باب المقام. باب المقام الذي حقق في هذه الفترة في أواخر التسعينات كان يهدف إلى أن أحقق له فيلما عن ماذا؟ عن جريمة شرف. لكنني حين حصلت على هذه الرغبة لدى الإنتاج الفرنسي، و يعني أستطيع الإشارة إليه اللي هو شرايبر، يعني صاحبة الإنتاج في فرنسا، إنتاج مهم وكبير وما تزال حتى اليوم يعني منتجة كبيرة، بدأ الخلاف والصراع خليني أقول، وليس الحوار فقط بيني وبينها، هي تريد أن تقدم جريمة الشرف وأنا أريد أن أقدم جريمة وطن. شو يعني جريمة وطن؟ أنا أريد أن أنظر اليوم إلى فيلم باب المقام الذي اسمه بالفرنسي باسيون، وترى ما حدث في هذه المدينة التي لجأت إليها حول هذا الفيلم إلى ما يمكن تسميته بنبوءة، حين يكون قائما في بلد يحمل كل شعارات التقدم ويحمل كل أفكار الخروج من مأزق التخلف والوحدة والحرية والاشتراكية، ويحدث في هذا البلد أن إرهابيين أو متطرفين يسعون إلى قتل امرأة بتهمة الشبهة وليس بتهمة الجريمة، حين يرونها تذهب لتبحث عن المصادر الكلاسيكية للغناء لأنها تحب الغناء وتقتل من أجل ذلك. ماذا يقول هذا الفيلم؟ ولذلك ليس عبثا أن أشحن الفيلم بوثائق حدثت خلال التصوير بلقطات ولقطات متعددة. أنا ذاك يعني في 2003
أنا ذاك. هذه الوثائق للمظاهرات الشعبية التي حدثت في مدينة حلب، وهي وثيقة، وأنا يعني من حسن الحظ أنها حدثت خلال التصوير التي كنت أدفع بالممثلين أو بالممثل الرئيسي إليها، وهو يشاهد بعينه شعارات هذه المظاهرة اللي بتقول بوش لا تخاف، بوش جاي يحتل الحوش. ها شو هاد؟ ولا رعب ولا خوف، جاي بوش يحتل الحوش. إذن يعني حين يكون فيلم يعني يحمل هذه الدلالات، فهو ينبه، فهو يضيء، فهو يقدم ويطرح الاحتمالات، ولكن ربما لا أحد يرى، وربما لا أحد يفعل. هذا هو فيلم باب المقام. يا فيلم مهم جدا، وفيلم مثل ما حكيت مش بس عن جريمة شرف، بس جريمة وطن، وفيلم أكثر، بس يعني تقع أحداث الفيلم إثناء الغزو الأمريكي للعراق. وفيلم باب المقام وفي الليل كأنه يعني بس بحضرهم هلأ مثل أسطورة إلهم معنى لأيامنا الآن. يعني حتى بالليل الأب تبع وصال يعني معلوماته عن شو هتلر غلط، يعني أو معلومات الناس ما بيفهموا ببعضهم لأنه في تدخل كثير من الفرنسويين، من البريطانيين، من الأغنياء، اللاجئين الشركس بالليل. وكمان نفس الشيء بالباب المقام، يعني بحس أنه نحن بعدنا عايشين يمكن بهالفترة. ولكن بغض النظر عن المأساة اللي منحس فيهن بالفيلمين، في شيء بتعملها كثير، يعني الإحساسك بالموسيقى محمد شيء كثير أثر علي. يعني من يعني فيلم مثلاً الليل نسمع إن كنت أسامح، غني من أم كلثوم 1928 طلعت، يعني كمان باب المقام مليئة من الأغاني الشعبية من حلب لأم كلثوم، لحتى يعني هاي اللقطات بين الزواج، يعني زوجين غني لي شوي شوي. كيف يعني كيف علاقتك مع الموسيقى، أو بتخطط الموسيقى وأنت عم تكتب السيناريو، أو كيف يعني خبرنا أكثر عن الموسيقى مع الفيلمين؟ علاقتي بالموسيقى هي حب، هذا الحب الذي نشأ منذ زمن قديم. لا تنسى أن بدايات معرفتي بالواقع وأنا طفل صغير وأعمل، يعني أعمل يعني بمعنى آخر طفل يشتغل في دكان ويذهب إلى المدرسة، وفي هذه الدكان ليس لديه في الخمسينات إلا الراديو، في هذا الراديو شهرزاد حين كان يقدم الإذاعة المصرية أو الراديو المصري حكاية شهرزاد، ويستخدم بها، وأنا لم أكن أعي ذلك ولكن أتأثر بذلك، يستخدم بها موسيقى خشدوريان. أنا أعتقد أن البذرة الأساسية لعلاقتي بالموسيقى بدأت منذ تلك الفترة وأنا صغير. هذه العلاقة مع الموسيقى هي كانت عدوى مما أرى فيه مفكر أو مثقف كبير يتكلم ويتحدث عن الموسيقى ويحكي، فأردت الاطلاع شو هاي الموسيقى، وإذ هي وسيلة من الوسائل التي أثرت في وجداني بدون أي حدود معرفية بالمعنى المباشر. وفيما بعد الدراسة في موسكو أتاحت لي فرصة كثيرا أن أشاهد وأن أرى وأن أسمع الكثير من الحفلات الموسيقية التي كانت تقام شبه يوميا، سواء في صالة تشايكوفسكي في موسكو أو في الكونسرفاتوار إلى ما هنالك. وربما يعني تأسس هذا الشيء في وجداني. البناء الصوتي السينمائي
لا يقوم على الحوار، إنما يقوم على مجمل ما تستطيع بناؤه صوتياً، سواء بالمؤثرات أو سواء بالموسيقى المستخدمة. وأستخدم الموسيقى لمزيد من الفعالية والتأثير على محمد. هون عندنا مشهد من باب المقام، بعدين أنا عم فكرت بهالمشهد بعد ما يعني بعد ما رجعت حضرت الأفلام، بعد ما أنا كتبت كتاب عنك وعملت فيلم، وحسيت مشاهد الحب تبعك بين بالليل وكمان بالمقام إلن إيقاع وأسلوب مميز، يعني بين يعني وصال وعلى الله بالليل، وهون إيمان وزوجها، يعني مشاهد الحب كيف تشتغل عليهم؟ يعني العلاقة الأساسية والحقيقية هي أن تتمزق أنت بين الحب للكاميرا، والتي أعتقد أنها بالنسبة لي شخصياً هي حبيبة وليست أداة، وكذلك للعلاقة مع الممثلين. إذا لم ينشأ حب عميق وأساسي بينك وبين الممثل، يصعب إلى حد كبير أن تديره. وحين ينشأ الحب تشعر، وهذا ما شعرت دائما بالعلاقة مع الممثلين، وربما في بعض الأفلام لم أكن أحتاج إلى ذلك، إذا لم تشعر بالحب لا تستطيع أن تصل إلى ما تريد. والحب بالمعنى المطلق، بالمعنى الحقيقي، وهو لا يعني لا يخص النساء فقط، إنما يخص كل الممثلين. يعني كم هو الحب لصبري مدلل حين أحقق فيلم عنه، إنه الحب الذي يدفعه إلى أن يقفز على سريره ليتناول صورة لي ويقدمها من ذكرياته، أو حين يقرر هو الرجل المؤمن المعروف بأدائه للأذان أن يؤذن لي في البيت ويحدثني كم مقاماً موسيقياً استخدم في هذا الفيلم. كذلك ينطبق الأمر على المشاهد النسائية أو مشاهد الحب، إذا احتجت إليها أن تكون ذات شكل لائق لا يفقد الدلالة التي تقصدها. حين يقول غني لي شوي شوي، فهو يقصد أم كلثوم شوي شوي، وهي بتقول له هلأ بيسمعونا الأولاد، فتغني له شوي شوي بس الأغنية، وليس على مهلك بصوت واطي بصوت منخفض. وبالنسبة لي كان هذا المشهد هكذا يمكن أن يرى فيما لو تجسس المتفرج أو أحد على المشهد، هكذا أن يكون موحيا معبرا مشيرا، موحي ومعبر ومشير إلى الحب بمعناه العميق للكلمة، الحب للجسد أو للروح أو للجسد والروح معا. لا شك بالتأكيد كلنا نشتهي كثيرا أن نحقق مشاهد حب أكثر صراحة، أكثر وضوحا، أكثر تأثيرا، لكن حين يعني تكون صريع الموضوعات والمشاريع الضيقة ولا يتح لك أن تحقق فيلما إلا كل 4-5 سنوات، يصبح الفيلم هو الأهم وليس شهوة الفيلم وليس شهوة المشاهد. بهذا المعنى يعني كنت أريد أن أعبر عن نفسي بهذه الطريقة، بهذه الحقيقة. ليس لدي أهداف شعاراتية لها علاقة بمشاهد كذا ومشاهد كذا،
هذا أمر لم يخطر في بالي. بالتأكيد يعني لو كنت أنا بدي أحقق شيء 30 فيلم يعني أو 20 فيلم في حياتي كان أحدهم لابد من أن يكون عن الجسد وجسد المرأة الذي يشكل يعني محوراً حقيقة ربما ليس محوراً إنما عنواناً لقضايا وأنواع الحب الذي عشته في الحياة، وفيه الكثير من ما يمكن أن يكون مشهداً سينمائياً كبيراً وعميقاً ومؤثراً. بدأنا الحوار محمد وأنت أستاذ شاب بالستينات، وهون عنا صورة مدرسة الطفولة تبعك بقنيطرة، وسؤالي هي عن شو تعلمنا مش بس من الحياة وشو تعلمت من الحياة، بس شو لازم نتعلم من السينما وشو أنت حابب تتعلم بعد من السينما، لأنه بحس المدرسة، وأنت كمان استعملت كلمة إنه أنت مربي لا بس عم تدرس سينما. يعني في الحقيقة كما ذكرت سابقا أن الاحتياج التعبيري كطاقة داخلية كتير اليوم تختلف عن ما آلت إليه الأحوال وتغيرت، سواء فيما يخص ما حدث في بلادنا في سوريا وما يخص الكورونا وإشكالياتها العديدة التي طرحت أمام الجميع إمكانيات تعبير مختلفة و يعني وافتراضية بشكل أساسي. أقول يبدو أن المنطقة العربية تبعنا، المنطقة العربية بالمعنى القريب والبعيد المحيط فينا، قد فشلت إلى حد كبير في تثبيت وتأكيد المفاهيم الخاصة بالانتماء وبالهوية وبالواقع السياسي المحيط بها إلى ما هنالك من إمكانيات يعني، وأصاب العديد من الجيل الذي ينتمي له أو غيره شعور باللا جدوى وعدم تحقق الأهداف. بهذا المعنى يعني يصبح سؤال التعبير بالنسبة لي اليوم هو يراوح بين اللا جدوى في المتابعة على نفس النمط ونفس الطريقة ونفس الأسلوب وبالوسائل ذاتها، وبين إمكانيات الاحتياج للتعبير عن آخر ما تريد قوله قبل أن تغادر. لذلك يعني يصبح السؤال أكثر صعوبة، وربما حتى يعني هناك نقطة حقيقية حصلت على صعيد الواقع هي غياب فيما يخص بلدان يعني شرق أوسطية أو بلدان ضعيفة النمو، حصل تراجع كبير في مفاهيم التعبير بالمعنى الواسع للكلمة، وأصبح هناك لهاثا حادا يجري لاصطياد اللحظات الحارة والعنيفة القائمة في هذه البلدان للتعبير عنها بالمعنى الصحفي والمعنى الإعلامي البحث. ولذلك بدأت تظهر يعني تظهر العناوين المصورة في لحظات قاسية وعنيفة، وابتعد إلى حد كبير الحاجة لدى الجميع، وبالتأكيد هذه حقيقة موضوعية، أنه في أجواء من هذا النوع كثيرا ما تخف أو تضمر أو تقل القدرة على تحقيق مشاريع أبعد وأكثر استراتيجية في التعبير عن الشخصية الإنسانية. يعني اليوم يعني حين كان هناك رغبة أو لهفة أو حضور للإنتاجات المساعدة على صعيد السينما، تصبح إنتاجات مساعدة على صعيد التلفزيون والإنتاج التلفزيوني، ويتعرض الإنتاج التلفزيوني إلى أن يأخذ أشكال مختلفة من السطحية
والعادات القديمة الثانوية والقليلة الأهمية، فيصبح أمامك أكثر صعوبة في التعبير عن نفسك بشكل عميق وحقيقي، لأنه يبدو أن هذا لم يعد أحد بحاجة إليه. اليوم قد تقلقك إلى حد كبير أسئلة أساسية وعضوية وهامة تنتمي إلى هويتك، إلى موقعك، إلى مكانتك، إلى الثقافة التي تحملها، ولا تجد إمكانية لتحقيق ذلك سينمائياً، بل ربما كتابياً، وربما من سيقرأ في المستقبل. ها هم أولادنا وأولاد غيرنا أمام أعيننا، ونرى كيف يتشكلون بذاكرة تنتمي إلى اليوم وتخلق لديهم الحاجة الكبيرة والماسة للتعامل مع صلات وعلاقات عامة واسعة من خلال النت والفيسبوك وإلى ما هنالك من جوانب تعبير أخرى. بالتالي قد تبتلع السؤال بغصة عميقة في حلقك، وقد تجد لنفسك مخرجا يعني قليل الأهمية في محاولتك التعبير عن نفسك. شكرا 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 محمد كثير. ومثل ما يعني قنيترا معناتها جسر صغير بال يعني في هالمعنى، يعني أفلامك وأراءك يعني والسينما يمكن يكون جسور لعدة أشياء. وأنا بشجع الجمهور إنه يعني السينما محمد ملاس والكتاب كتاباتك والفكر تبعك، إذا منعتي وقت وندرسها ومنفكر فيها ومنحس فيها، فعلا جسور لأشياء عديدة وأشياء يمكن مرات منخاف، بس لا، إذا نستمر يعني مندرس سينماك يعني رح نوصل لمكان ما كنت أعرفه من قبل. فبشكرك على جسور كثير، وشكرا كثير للجمهور، شكرا كثير لإسكندر وسينمانا برنامج سينمانا، لأنه عم بتخلي الجمهور يعني يشوفوا سينما عربية، سينما بديلي، وهي شيء مهم جدا. شكرا. عفوا، وتحيات لك ولإسكندر. شكرا نزار كمان مرة، وشكرا لأستاذ محمد. I will switch to English so that we all understand, because I'm not sure who's speaking Arabic or not. So I would like to thank you again, Nezar Andary, for your beautiful film, and for hosting director Mohamad Malas and this super inspiring conversation. I just want to make it clear to our audiences, first of all, thank you for joining us. This conversation was pre-recorded because due to some technical problems with the internet in Syria, we weren't able to conduct. We did some tests and it didn't work, so we just pre-recorded everything. It took like 3 hours, and then we had to cut it down to 1 hour. I would also like to thank the co-programmer of Cinemana, Professor Cleo Chavanot from the Sorbonne University, Abu Dhabi, and a few sponsors that I will thank quickly. I would like to thank Cinemana's lead sponsor, the Palestinian Business Council Abu Dhabi, and their chairperson, Jamal Abu Bakr. I would also like to thank the Arts Center lead sponsor, Mubadala, and their media partners, the National Yalla Magazine, Al Bayan, Al Ittihad, Harper's Art Book, and their sustaining sponsor, GAC. Those films are available online until October 10th. They're open to everybody anywhere in the world, so please share the link with your friends, family, share it on your social media accounts, and watch them on our website. It's nyuad-artcenter.org. And also, to stay updated, just follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. We will have a quick, I don't know how long it will take, a Q&A with Nezar, who is here with us.
So thank you very, very much again for the hard work on your film, on this beautiful conversation with Malas. And we're getting already some questions. So it's about the night, Malas's film. And the question is, why was it so important for the son to restore his father's image, especially with all that he had to go through? أول شيء شكراً إسكندر وكمان شكراً لمحمد ملاص وكل الناس اللي حضروا ثلاث أفلام وكمان حضروا هالأمسية شكراً وبعتذر عن يعني إنه محمد مش معنا اليوم بس كتير حطينا جهد بالحوار اللي عملنا وشكراً كتير لإلك إسكندر. I'm just thanking Iskandar once again for really doing a great job with Cinemana over 5 years, and also this year really looking at pioneers of Arab cinema all over. I think the next one is on Jocelyn Saab, correct me if I'm wrong. And thank you to the NYUAD Arts Center for showing these films and for showing my film. I'm really thankful for everyone, and it takes a lot of effort to do these things. So thank you. And thank you for people that are listening and watched all three films and also are with us tonight. Question, really interesting question. Why is it so important for the son to restore his father's image? It's because I think in the film, it's not clear to the young boy why his father died, why he almost let himself die in this place that became a no man's land. And there are many scenes in the film that the father himself is almost cursing everyone. And he insists on dying in a certain way that does not betray his honor and this town, Quneitra, that he himself wasn't originally from. And so I think for Malas also as a filmmaker, he wants to really try to restore the image of the place, Quneitra itself in history. And it's through the memory of the father on some level. Thank you, Nezar. We have another one, also about the night. What aspects of this time period did Malas want to highlight the most? In other words, what about the culture and the people of Quneitra at that time does Malas want people to take away after watching the movie? I mean, I think he wants to show how this one city, and you can also see it in the works of Anthony Shadid about Marja'youn in Lebanon, about a different Arab world, perhaps, a different Syria for Malas, a Quneitra that was part of many other struggles. Quneitra right now is a ghost town almost. And you've seen the images. And so there are these places that just don't exist anymore. You have that in Palestine, you have these villages that people go and it's not there. And so there is this strong effort to restore these amazing Arab towns, actually. And many of them were on the border with Palestine, like Marja'youn or Quneitra and others. I think, and I mean, there are some elements in al-Leil where you can see diversity of Armenians, of the Shishans, of also sort of a globalized movement to fight for Palestine in 1936. That was quite important too. I hope I answered the question. Yes, thank you, Nezar. There's a question about your film. What inspired you to do a film about Mohamad Malas? What triggered the film? Well, it's a long story, but in 1994, as a sort of Arab American, 1993, one of the
second, third experiences of watching Arab cinema was Mohamad Malas's film in a place called Lincoln Center in New York. And I watched it. There was lots of debates about the film, some questions about the issue of Zionism and this, and it had a very strong impression about me, the independence of the film, because at that time too, I was learning about independent cinema, being for the first time in a big city. But then I was in Syria for 2 years. I had a scholarship to study theater and poetry and stuff like that. And luckily at the Russian Cultural Center, I saw a course on how to create cinema. And so I had taken a couple of classes in my undergraduate university, and they were quite structured. But when I took Malas's course in the Russian Cultural Center that used to be the Cultural Center of the Soviet Union, it really was inspiring how he taught cinema. It was as if it was a way of writing poetry. And so that was quite an influence on me. But then life took me in many directions, and one of my hats in life is I became a PhD in literature and cinema. And one of my projects was to create a new way of writing about Arab cinema that was more intimate, that highlighted the filmmakers more. And Malas came up, and we wanted to create books that are about singular directors or about films. And so that's why the whole Malas project happened quickly. Yeah. Just to add to this, Nezar wrote a book about Malas before even making the film, right? Okay. So, right. So there's another question about the location of unlocking the doors of cinema. So there's a question about why was this location chosen? The location, I could not go to Syria for different reasons. And we wanted to find a location that connected to Malas's films. And we searched and searched, and really we were quite lucky to find this amazing 16th century castle in Lebanon in a village called Aitet. And I'm very lucky for that location. So it's in Lebanon. So there's another question about your film. Are there any aspects of Mohamad Malas's life that you admire or might even relate to as a fellow filmmaker? Yeah, I tried in my film to not show him as a victim. He's resilient. He doesn't see himself always as being, I really admired his resilience. So that's obviously, I mean, we use this word over and over again, but I still see it to him in this day. Just 2 weeks ago, talking about this event, he was just honored in the Amman International Festival. And he came back and told me, I have a new documentary film about a great Arab artist called Yusuf Abdelki. People should study him. And he has another two scripts. And he wants to go back and think about doing a film with me on another Arab director. So it's this constant push to do things. And as you saw in my documentary, I mean, wow, I was shocked. There was maybe around another 6 to 7 films that he did that were burned, that did not get shown, that were cut off halfway. A lot of disappointments in being a filmmaker. And, you know, it's this, you need to really have that grit, I think. Sabr, if you want an Arabic, patience he has. So I really admired that about him. That's amazing. And I have a question. I know we have tons of other questions from the audience, but I have a question. Maybe we chatted a little bit about it, never in front of Malas. But you know what, when you do a film about such a great director, you know, that reinvented, you know, certain wheels of filmmaking, how does it work? He's on set with you, and there are a lot of moments there that are, you know, planned, right? In terms of cinematography, in terms of directing the camera, also blocking to make it, you know, interesting. How does it work?
someone like him? That's the best question, because it was a volatile sex. But again, what I admire in him, he, in the heat of Lebanon, and there's no air condition, it's not like UAE in the summer, he spent 16-hour days on sets. And the challenge for me to direct a well-known director was really difficult. And so he was constantly sometimes advising, sometimes I had to stick my ground. But sometimes I learned from him on things like mise-en-scene, on even I have a great cinematographer who's educated in a great film school, and this, a great friend of mine, but even he was able to teach him some things about using water on the scene to sort of change the texture of the image. And we were constantly actually working together on some level, because I had to get his permissions on which scenes to show. And I was quite scared when I showed him the first cut. Luckily he loved it and said, this is great. I mean, there were some things that I planned, actually many things that never went through in the final cut, either he didn't want or it just didn't work. But in the end, I was so lucky, because not that many people at any age want to sit for 16 hours going up and down stairs all over this castle. It's not a small one, with many rooms, doing lots of shots. And I would say I met him. I had the chance. I was lucky enough to be with him on a jury 2 years ago. For 5 days in a row. And I would say he's a super, super humble person. And that's a wonderful thing to have, you know, in your film subject, right? There's another question from the audience. While watching and learning about Mohamad Malas's work, what film did you find most impressive? The $1 million film. We want time. Those are always like the, you know, when you teach film or when you're into film, like what's your favorite film, the number one film. But I want to try to respect this question, because I mean, for me, all of his films have a unique voice, but I think al-Leil, its narrative, the way that he weaves the film in terms of narration is quite impressive. It's elliptical. It goes back and forth in different time periods, using letter writing, using images like photography. As a filmmaker, it's very inspiring, the layering he did. But there are other films that I have to, like, I mean, he went into the Palestinian camps of Sabra and Shatila, right before the massacres of 1982, and did a film a la Jean Rouch, just asking people one question. Jean Rouch was this ethnographer, people, not everyone likes him, but he just went to Paris and like began with the question, why are you happy? Malas went to the Palestinian camps and asked them about their dreams. What did they dream of? And he wrote a book on it. He also really spent time. When you watch that documentary, it's called Al Manam, or The Dream, you will see an effort in documentary filmmaking that is quite impressive. So I really think each film has some element that is impressive. So I know I'm not giving that one film. I even think his last film that, showed in Toronto was an effort in trying to understand a new generation and trying to do an essay film. It tried to do some new things even for him. So I really respected that effort. It wasn't the same narrative about Quneitra, for example. And another thing is one film that didn't even make it into, I mean, there's two films that didn't make it into my film. And that's a film about Nezih Shahbender. And that was the first Syrian filmmaker of color.
And I highly suggest that people watch that, or we're trying to make it part of the collection at the NYUAD Art Center. And also another film that was dedicated to prisoners' rights that he did with Hala Abdullah, another Syrian director. So the other thing impressive about Malas that I learned from him is that how he collaborates and had collaborated so well with many other directors. He did films about other artists. And I think our generation or my generation, maybe we were pushed into more individualism, and I still have a lot to learn from being more collaborative, being more open to working with people, being better at it, listening better, not being afraid of that. I don't think he actually really worked hard with his fellow filmmakers. And that's what's beautiful about certain periods in Arab filmmaking in the 70s and 80s. Thank you. There's another question. It's a little bit difficult. Unlock about your film. If you had to choose a few words to describe the life and work of Mohamad Malas, what would these words be? Is he an activist? Is he a film? Like, what is it? What is it really? Well, you're asking me that. I mean, words. I use one word today. Resilient. Not a victim. We use creative, but I he's someone who unlocks doors. The title of my film, it was a hard title to decide on, but he's not afraid of opening doors, and not afraid of challenging himself sometimes in the act of filmmaking. Even to go back to Iskandar, your question, he was at least a partner with me because I wanted to do crazy things on set, do more projections and project them inside and outside. And he was encouraging me to do that while I was afraid that, Nezar, you really can't do this. And the projector is not going to work. And my cinematographer was saying, I don't know if this is going to work, but he was actually encouraging ideas. And so it's this, you can, fearlessness is another word. Anyway, I think I've given some words, so I hope that helps. Thank you. There's another question about the structure and the editing and the process of selecting scenes, because the film covers a huge historical period from the fight of independence to the Arab-Israeli war and beyond. So what was the process of selecting scenes? That's a great question, because I originally wanted a different film. I mean, a lot of people ask, like, what's your vision? And vision is always something developing, and you go back and forth. And in the end, I really knew that this film had to be chronological, and had to go like from his first films to the to the present day, and that was a decision because I know, let's be honest, Arab cinema is not well known. Even Arab films that were shown 5 years ago, and all film, not just Arab cinema, are forgotten a lot more quickly. So imagine how the great films of the 80s and 90s in the Arab world. And so I wanted to make something that would, the scenes and their system would be easier to interpret and understand for audiences that maybe never saw an Arab film or didn't know anything about Malas or Arabs. In the end, when you travel throughout Lebanon or speak to many Syrians in younger generations, or Palestinians or Jordanians, not people don't know the filmmakers of the 70s and 80s and 90s. And so there's an effort to sort of make it clear. I think the question, if I'm, there is one thing I wanted to say quickly. I was criticized, and I like to be criticized actually, for not being as political, but I felt by really focusing on Malas's art and his feelings and his
position as an Arab artist, I wasn't looking at him and only focusing on what was going on and continuing to go on in Syria. I felt my film was even more political in the sense of making a statement that Arabs don't have to be seen as only positioned in certain ways that are in the news, right? As when you talk about Syria, you're locked into the migrants, or in Arabic, oh, haram, pity the nation. You know, that quote from Gibran, I don't want that. And so I feel that that was another element in how I designed the film or choreographed it. And maybe I'm wrong. Maybe I could have done more, but that's what I was thinking in the edit room, which, yeah. Also in the last 10 years or so, also Mohamad Malas didn't really express his political views. Am I wrong? Or at least as far as I know. He hasn't, he was put in prison. His films, if you watch Ladder to Damascus, was a clear position against, and that's his last film that came out in 2013, was filmed during the Syrian catastrophe, war, revolution. We're still coming up with the term because it's still developing, I think. So I feel in his filmmaking, he's been quite clear politically about his beliefs about the Ba'ath Party, about the regime, about systems of Syria, about his own generation, about his own generation's inability perhaps to negotiate that. And in my film, he actually says, we weren't able to figure things out or how to perhaps, resist in different ways. I think, because when you look at Malas and Omar Amir Ali and all of his colleagues, Al Abdullah, they were all, and that was another position in my film. And it's not just in Syria, it's in Lebanon, it's in Palestine, it's in Jordan, it's in Egypt. Before the Arab Spring, Arab filmmakers were always resisting the regimes. And it might not come out as the political bit for the news of resistance or something that looks good on Facebook, but I still think, or Instagram or whatever, I still think it's a strong political resistance in his filmmaking. Thank you, Nezar. There's another question. What struggles did you have when you started your journey in filmmaking? I need to do a lot of sessions of therapy about that. And I don't know if I can summarize it, but I will try to really take a deep breath and think about this. I think the struggle of filmmaking is an interior struggle of yourself wanting to express something. We all are searching for different types of validation in our life. I think I've always been searching either as a professor, as a writer, or when I do theater, to try to create a great idea. And it's a struggle. Is this good enough? Is it not? Am I overdoing it? Or is it not? Is it too complicated? Is it, I guess perhaps it's the struggle itself. Now that I'm a little bit, perhaps I'm older, of course I'm older, but a little bit more relaxed, that I'm more comfortable with this struggle. I'm not afraid of the struggle. I think when you're younger, it's the fact that it is a struggle sometimes is difficult. But the struggle with as a filmmaker also is, I did come from a big background of my life as being a PhD academic teaching film. It's not always easy to shift between the two worlds. I mean, we know it in film departments, the division between the theory and the practice and stuff like that. And I think that's another struggle that I always, but I think we have enough great examples from filmmakers all over, Skander himself, there's different ways of connecting a certain theory about what life and film is to their own filmmaking. I've learned from so many filmmakers before, also from Iskander's efforts and
and many other filmmakers, whether some I don't, some of them I don't even, you know, always like all of their films, but I learned. Zara, we're running out of time. So I'd like to thank you very, very much again, and thank our audiences that joined us, and the NYU AD Arts Center that put a lot of work and effort in making this happen, the technical team, Lindsay, Bill, and everybody that worked on this event. I would like to remind our audiences that our next series of screening will go on sale on October 27th. At 3 p.m. And as Nezar said in the beginning, we'll be screening three films by Jocelyn Saab, Dunya, Beirut, My City, and The Lady of Saigon. And then we will have a live conversation with two scholars, Dr. Matilda Ruxell and Dr. Dalia Mustafa, talking about the work of the late Jocelyn Saab. Please join us. The tickets, again, are for free, but you have to reserve them on the NYU AD Arts Center. It's nyuad-artcenter.org. Thank you very much, and thank you again, Nezar. Thank you. Thank you, everyone, and thank you, Iskender. Cinemana is a great initiative, and also with Cleo at Sorbonne and the Art Center. I thank everyone again, too, from myself, and it's been really grateful to show the Malas films and my own film in this venue. So I'm very grateful. Thank you. Thank you, and have a great night. Yeah. Bye-bye. Bye.